معرض الكتاب يا سادة يا كرام لازم تتعامل معاه باعتباره شيء شديد الأهمية في حياتك. وأنا صغير علاقتي بمعرض الكتاب بدأت بسبب أمي ربنا يديها الصحة. فكان أمي لازم وده وكأنه الواجب السنوي معرض الكتاب بدأ. طيب خلاص يبقى احنا لازم في عندنا يومين بنروح فيهم معرض الكتاب، يعني ممكن يبقى مثلا ايه الجمعه دي والجمعه اللي بعدها وبعدين. فكنا نسال ماما نقول لها مثلا ايه، طب واحنا الميزانيه بتاعتنا في الكتاب؟ لك ما فيش حاجه اسمها ميزانيه للكتاب، انتوا اشتروا وانا عليا ان انا ادبر الفلوس. واحنا عيله متوسطه جدا يعني، فكنا نروح ننقي وتقول نقول لها مثلا طب نشتري او ما تقول لك بس نقي وبعدين نشوف. فكنا نروح انا ومريم اختي نقعد ننقي الكتب وبعدين نقعد نلم وماما معانا طب ده كويس بس ده كبير عليك شويه، طب بص لو عايز تجيبه جيبه بس هنستنى لحد مش عارف شويه كده ونبقى نقرا وهكذا. بس مفيش حاجه اسمها كتاب ما بيتقريش، مفيش حاجه اسمها ما نروحش معرض الكتاب. فضلنا كده طول عمرنا لحد بقى ما كبرنا وشبينا عن الطوق اصبحنا احنا اللي بنروح المعرض لوحدنا. انا دايما بشوف ان معرض الكتاب ده واحد من اهم ما يحدث في مصر، اهم حاجه تحصل للبني ادمين ان هم يقروا. فيا سلام سلم يبقى في عندك معرض كتاب دولي كبير ومحترم. معرض الكتاب بقى والتطوع، معرض الكتاب والشباب، الشباب يتطوعوا للعمل في معرض الكتاب. طب ازاي يعني بيحصل ايه؟ احنا هنرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو. انا عايز اقول لك انه الكبير في ضيوفنا بقول له انا اول مره تطوعت كان عندي كان سنه 1994، قال لي انا اتولدت في 94، فطبعا رحت انا عامل كده على طول. هنا عرفت انه السن فعلا بيجري. بس احنا هنبدا الاول بضيفتنا يعني من الناحيه اليمين وليديز فيرست، سلمى سيد زكي. ازيك؟ عامله ايه؟ قائده من او قائده الشباب المتطوعين، صح كده؟ بالظبط. مظبوط بالظبط، صح كده. ومصطفى ابراهيم احمد عز العرب، مسؤول المبادره، هذه المبادره، ومدير العمليات ما شاء الله بوزاره الشباب. منور يا مصطفى. نهار يا فندم. 94 يا مصطفى؟ 91. يعني في بينا 19 سنه. ربنا يديكوا الصحه. طيب نبدا الاول، اكيد هنبدا بسلمى بقى. سلمى، يعني ايه قائد متطوعين؟ هتعملوا ايه في المعرض يا سلمى؟ هو احنا بنظامنا في المعرض كله ان احنا بنرشد الناس من اول ما بيخش البوابات من جوه لغايه واحنا في الصالات. بيبقى في انفورميشن ديسك بيبقى عليهم متطوعين، في جوه الصالات برضو بيبقى فيهم متطوعين. بس بسبب الكورونا عملنا برضو اتجاه تاني للتطوع، بمعنى ان احنا خلينا الزائر لما بيخش تمام، اول حاجه بنعمل المتطوع بيعمل سكان للكيو ار كود وبيقيس له الحراره. تمام، لو الحراره ساعتها كانت بتبقى عاليه يعني السنه اللي فاتت كنا بنضطر نوديه عند حد من وزاره الصحه هم يتعاملوا معاه. بس بعد كده اول ما بيخش من جوه هو بيلاقي متطوعين في كل الاماكن من اول الساحات لغايه جوه في القاعات جوه. بيرشدوا الناس في اي دار نشر هو عايزها، لو عايز كتاب بنعمل سيرش عنده وبنوصله الكتاب والدار النشر بالظبط هي فين. يا حلاوه، ده مزيكا بالنسبة لي. احنا على ايامنا يعني كان عايز تروح المعرض فانت بتاخد بعضك وبتروح المعرض وبعدين بقى تمشي تلف يعني. صح بقى. خش بقى على ارض المعارض زمان بتاع مدينة نصر، تقعد تلف وتخش بقى هنا القاعة دي وتخش القاعة دي وتخش القاعة دي وندور على دور حدوتة. يعني كان بيبقى في يوم بندور، اليوم التاني نروح نشتري. بسبب التكنولوجيا وبسبب التطورات اللي حصلت وبسبب ان احنا نقلنا مثلا من مدينه نصر، ان انا للتجمع في الموضوع بقى منظم اكتر بالنسبه لدور النشر وبالنسبه لكل الحاجات دي. حتى يعني حتى احنا كمتطوعين بكل سنه يعني بنبقى يعني بننظم اكتر، بنحب العمل اللي احنا بنعمله اكتر. اكيد اكيد طبعا. انا ما قلتش ان انا كده عمليا اكبر من سلمى، بقى ب 25، هنا 25 سنه وهنا 19 سنه. هنا ارجع للسيد المحترم مصطفى ابراهيم عز العرب، مدير المبادره. ايه هي المبادره؟ مدير المبادره ده بيعمل ايه يا مصطفى؟ هي القصه بدات لما اتشرفت بعضويه اللجنه العليا لمعرض القاهره الدولي للكتاب سنه 2018، كانت اخر سنه في المعرض في المكان القديم. وقصه حضرتك بتحكيها دي كانت معاناه المصريين كلهم. انا فكرت في الفكره دي ان احنا ازاي يبقى في نوع من انواع التوليه والمساعده للجمهور اللي بيجوا من المعرض، خصوصا ان في ساعات كتير وقت كتير بيضيع في انك تدور او توصل للمكان اللي حضرتك عايزه. كمان كنا بنفكر ازاي يبقى في معاونه للناس اللي شغاله جوه المعرض من المتطوعين عشان يبقى في فعاليه اكتر من الشغل بتاعهم. بالفعل عرضنا الفكره والحمد لله كانت اول سنه ليها سنه 2018،
والسنه دي احنا بنحتفل بخمس سنين يعني خمس سنين في بناء التطوع في معهد القاهره الدولي للكتاب. وكانت زي ما رحله انا متطوع كبرت وتوسعت وبقت زي براند، انا برضه على المستوى الشخصي تطورت وبقينا نقدر نضيف ونعمل في السياسات الوطنيه للشباب في حته التطوع. يعني انا اتشرف بالعمل مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو بيرعى البرنامج دوت بالتعاون مع وزيره الثقافه دكتوره انس عبد الدايم، والتعاون دوت لولا يعني تفهمهم الكبير لاهميه التطوع والدور الايجابي اللي بيعمله المتطوعين في المعهد ما كانش البرنامج استمر السنين دي كلها. فبدانا بعد كده نقلنا التجمع الخامس، كان تحدي جديد كملنا، الناس كانت خايفه، الناس كانت مقلقه، سنه اتنين، السنه الثالثه جت كورونا اللي هي الدوره اللي فاتت، وده كان دوره التحدي. يعني احنا من ساعه ما بدانا في المعهد احنا كل سنه في تحدي جديد يعني، وبنحاول نفكر ونعمل عصف ذهني ونشوف الحلول ايه ونشوف اللي بيحصل بره ايه ونذاكر وندرس السياسات الوطنيه للتطوع واهميه الشباب. والشباب بقى عندنا مدرك جدا ان هو لازم يكون يكمل التعليم الرسمي بتاعه بتعليم ميداني او تعليم مدني من خلال التطوع اللي بيعمله. فكل العوامل دي اصفرت ان احنا دلوقتي في خامس سنه بيقدم لنا 10,000 واحد كل سنه، بنختار منهم 250 بعد ما نعمل 2200 مقابله شخصيه على مدار 3-4 ايام. ف بشكل ما يعني شايف ان احنا في تقدم وفي وعي عمليات تطوعيه في مصر بيزيد جدا الفتره الاخيره يعني. طب انا هرجع لك على الحته دي بالذات ومساله التصفيات، يعني انت بتقدم لكم الاف وبعدين تقعد تفلتر 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 لحد ما بتختاروا المجموعه اللي هتشتغل في معرض الكتاب او في اي من الانشطه او المحافل الثانيه. بس انا عايز ارجع لسلمى كقائد متطوعي، انت بدات التطوع من امتى يا سلمى؟ انا بدات اطلع عمليه التطوع من وانا في ثانيه اعدادي. تاني اعدادي؟ تاني اعدادي. ايوه. ايه ده يعني كان عندك 14 سنه؟ 14 سنه. تطوعتي في ايه وانت عندك 14 سنه؟ كنت تطوعت تبع وزاره الشباب والرياضه. برضه. كان بسبب فضل ماما، هي اللي خلتني اخش في المجال ده كله. بس وبعد كده دخلت الاول، بعد كده اول ما تطوعت في مع وزاره الشباب والرياضه بدات ان انا بقى اتطوع في حاجات تانية مع وزاره الشباب والرياضه. كنت صغيره في سنة بس ده خلاني اكتسب خبرات اكتر. طبعا. ولغايه وصلت مثلا وانا عندي 18 سنه، كنت في ثالثه ثانوي، كانت اول ليا سنه مع استاذ مصطفى في معرض القاهره الدولي للكتاب. كان ساعتها هو التحدي بالنسبه لي ان انا في ثالثه ثانوي وتطوع في معرض القاهره الدولي للكتاب، يعني ازاي؟ بس يعني كل ده برضو يعني بفضل ماما وبعدين استاذ مصطفى وبعدين بفضل الاول والاخير لربنا. بس فكان ساعتها اول سنه وانا 18 سنه دي كانت بالنسبه لي حاجه جديده ان انا في معرض الكتاب. انا ما رحتش معرض الكتاب قبل كده خالص، كانت اول سنه ليا وانا 18 سنه. كان ساعتها انا كنت ليدر وكان تحتيه الناس كلها من 20-24 سنه. فانت كنت تيم ليدر على مجموعه اكبر منك في السن. بالظبط. بس انت عندك خبره اطول. بالظبط. بس فساعتها دي كانت بالنسبه لي اللي هو التحدي ان انا هتعامل معاهم ازاي، انا عقليتي اصغر منهم، حتى لو تطوعت بس انا اصغر منهم برضه. هم ليهم اسلوبهم، ليهم حياتهم الجامعيه، انا كنت ثالثه ثانوي. فدي بقى ساعتها بدات ان انا اعرف اختلط بالناس، اعرف اعمل ثقافات. يعني انا ما عنديش اخوات بس انا بسبب العمل التطوعي اتعرفت على ناس كتير، عملت اخوات، عملت اصحاب. الحمد لله. بتبني شخصيتك بقى. بالظبط. عشان تبقي تيم ليدر وتبقي سوبرفايزر يعني شخصيه. انا اللي هقول ايه. طب هنا برجع لمصطفى، انت 28 سنه صح ومدير العمليات في وزاره الشباب، ده في حد ذاته شيء بالنسبه لي اكتر من رائع. هي مدير العمليات في وحده السياسات في مكتب معالي الوزير. حلو. ووحده السياسات دي وحده مستحدثه في مكتب معالي الوزير. احكي لي عليها. من مهام الوحده دي دايما احنا عندنا في مصر حاليا بنشهد نوع من انواع التطوير في الاداء الحكومي والرسمي. فعشان نقدر نواكب التطورات اللي بتحصل في العالم ودول كتير حوالينا لازم يكون في دراسه متأنية لكل التجارب القائمه، التجارب اللي عندنا في الوزاره والتجارب الدوليه، وازاي نطور من ادائها عشان نوصل لاحسن مستوى او اعلى مستوى يعب النفع على الشباب المصري. حضرتك عارف ان الشباب المصري تقريبا 65% من الشعب، يعني 65 مليون، واحتياجاته كتير واهتماماته كتير. فعشان تقدر تقدم خدمات مناسبه للشريحه الكبيره جدا دي لازم تكون دايما اب تو ديت، يعني بتحدث دايما رؤيتك افكارك. فوحده السياسات بتقوم على المهمه دي، بتتبع معالي الوزير مباشره
وبنعمل السيرش والسيرفي دايما على اي موضوع خاص، سواء مشكله قائمه، مشكله حاليه، تطوير مشروعات، تطوير اداء البرامج في الوزاره. فكل ده بيصب في النهايه في وحده سياسات في مكتب معالي الوزير الشباب. ودي بقى الفلتره اللي انا بسال عليها دي 10,000، يعني احنا سنه 94، انا اظن ان احنا كنا الاف الحقيقه. الكلام ده كان ايام الدكتور عبد المنعم عمار، والحقيقه انا دايما ادين بالشكر وبالفضل لهذا الرجل على اللي حصل في حياة كتير مننا. يعني عايز أقولك أن احنا النهاردة في ليا أصدقاء وزملاء على رأي سلمى، إخواتي بقى، يعني بقوا ما شاء الله سفرة وحاجة عظمة، يعني مش هقدر أقول أسامي بقى عشان مناصب حساسة جدا دلوقتي إن شاء الله. فمسألة الفلترة دي في الوضع بتاعك أو في هذا العصر أو في الزمن اللي احنا فيه ده، الفلترة قايمة إزاي؟ هي مراحل كتير جدا. تمام. بتبدأ أولا أن احنا بنعمل إعلان، والاعلان دوت بيكون متقسم الاستمارة اللي بتتعمل عشان تديني نتائج اوليه، اعرف النسب المقدمه قد ايه واحصائياتي قد ايه، المحافظات والمدن والقرى اللي مقدمه، عشان دايما بيبقى عندي اولويه مثلا اختار الاقرب، القاهره الكبرى مثلا. ده بيزعل مننا ناس كتير طبعا، اخواتنا في المحافظات الثانيه، بس ده برضو انا مش عايز اظلم الشاب ان هو مش هيقدر يسافر لي مثلا كل يوم. فبعمل عمليه تصفيه الاوانيه بالشكل دوت طبعا، شكل مختلف بقى، بنشوف الخبرات، بناخد نسبة ناس عندها خبرات ناس ما عندهاش خبرات، بتحاول نعمل زي من نوع من أنواع الكوكتيل اللي يسمح إن الناس كلها تستفاد من بعض وتاخد خبرة من بعضها وتقدر تشتغل في فريق عمل متجانس. احنا بنختار مثلا السنة دي الشريحة العمرية بتاعتنا من 16 سنة لسن 24، وبعد عملية التصفية الأولانية تتم عن طريق الإنترنت، عن طريق الكريتيريا أو المعايير اللي احنا محتاجينها، بنختار 2400 بنعمل لهم مقابلات شخصيه. اللي بيبقى الفيصل بيننا الاتيتيود الشخصي، قدرته على التعامل في الازمه، ان هو يفكر بسرعه، سرعه البديهه، الاحداث الجاريه وعيه بيها، الشخصيات العامه. بنبقى عايزين الشخص معانا دوت يبقى نموذج. الهدف اصلا من برامج التطوع اللي احنا بنستهدف نعملها مثلا في معرض الكتاب هو ربط الشاب باحداثه الوطنيه وبوطنه، ان هو يتعلم يبقى أداة في أداة التغيير الإيجابي في المجتمع، الطاقة اللي عنده يقدر يطلعها بشكل إيجابي يفيد مجتمعه ويفيد ناسه. فعشان كده دايما بنكون حريصين إن احنا في المجموعة اللي تخش عندنا مجموعة تقدر في يوم من الأيام لما تمسك منصب أو تبقى مذيع كبير زي حضرتك كده في التلفزيون، يبقى عنده الخبرة أو الارتباط الوطني بالحدث الكبير. وطبعا بيتعلموا بقى حاجات كتير، يعني مثلا بيبقى في مساهمات إيجابية في المجتمع من ناحية التعامل مع الناس، الخبرة في التعامل مع الناس، العمل في فريق عمل. كل ده بينعكس على شخصية الشخص المتطوع، يعني سواء في الفعالية زي فعالية معرض الكتاب، هو أكبر فعالية ثقافية في الشرق الأوسط، وبنقول يعني وهو دي حقيقة أكبر عدد زوار لمعرض الكتاب في العالم هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. فالتحدي كبير إن يبقى في 225 واحد يتعاملوا مع 4 مليون بني آدم. أنا متأكد الشخص اللي بيخش وبيطلع بيبقى شخص تاني غير اللي هم بيقولوه كمان، يعني الشباب بيثبتوا دوت، بس أنا متأكد إن هو نفسيا وعقليا سلوكيا بيختلف تماما، وبيكون شخص اكثر ايجابيه، ما يكونش شخص بيقعد على الكيبورد زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، العيال اللي بتستخبى، العيال اللي بتستخبى، لا هو بيقدر يواجه ويشوف حتى لو في حد عنده شك في حاجه او حاجه، لا هو ما بيحس ان هو جوه المنظومه، وشفافيه المنظومه دي بشكل ما بيكون مدركه عنده، لما يشوف حاجه بعد كده في التلفزيون اه ده حقيقه، ما يبقاش في تشكيك. طيب انا هرجع لك بعد، لا الاول هروح لسلمى بعد الفاصل، هروح فاصل لسلمى وبعدين هنقعد نتكلم شويه، وهنرجع بعد كده ل السيد الفاضل مصطفى إبراهيم. على ايه بقى؟ على مساله، طيب انا دلوقتي عاوز اخواتنا وولادنا في حالتي، ولادنا اللي موجودين بقى في محافظات بعيده عن القاهره، هو كمان ما يحسش انه مستبعد من التطوع علشان خاطر هو قاعد بعيد. هل احنا بقى في اداره العمليات في مكتب الوزير بنراعي ده في فعاليات وفي احداث وفي مؤتمرات تانية ولا لا؟ انا عايز كله يشارك، كله يساهم. فاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا وسهلا بيكم معنا مره تانية. خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء سلمى سيد زكي ومصطفى ابراهيم احمد عز العرب. سلمى قائده متطوعين. سؤال بقى هنا يا سلمى، ازاي بتقدروا تتعاملوا مع الناس رايح يسال على حاجه ما فهمش اللي انت قلتيه قوي، او ما فهمش حد من التيم، متزرزر، متنرفز، مثلا قلتي له معلومه هو ما فهمهاش كويس فبيروح جاي، وانا عارف ان ده بيحصل طبعا، انا اول حد بيعمل كده بالمناسبه، باجي متزرزر، على فكره انت ما قلتليش، بتتعاملوا ازاي؟ ضبط النفس ده كده وطوله البال. هو احنا بنتعامل بابتسامه، يعني حتى لو الزائر بيجي مثلا متعصب ان هو فضل يدور كتير في المعرض ما لقاش الكتاب بتاعه،
انت قلت لي صاله واحد وطلع في صاله اثنين. يا فندم انا قلت لك صاله واحد او صاله اثنين. لا انت قلتي واحد. احنا مجرد ان احنا بنتعامل بابتسامه اللي هو بنهدي مثلا من اليوم المرهق اللي هو بيعدي عليه بسبب ان هو بيلف وان هو بيعمل كل الحاجات دي فبالنسبه له ارهاق. تمام. فاحنا كل اللي بنعمله ان احنا بنبتسم في وشه وبنتكلمه بطريقه سلسه هاديه تماما. اللي هو مثلا لو حضرتك قلت المثال ان هو انا قلت له مثلا في صلاه اثنين وهو راح صلاه واحد ورجع لي قال لي ان انا قلت له صلاه واحد. لا ساعتها بقول له يا فندم لا انا قلت لك صلاه اثنين كذا 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 كذا. تمام. فاللي هو بيبدا يتوه ببدا مثلا ابلغ حد مستوعبين في صلاه اثنين ان هو يبدا يتحرك معايا لصلاه اثنين ويشده للمكان اللي هو عايشه. فمثلا تقول له اتجه لصلاه اثنين وهتلاقي هناك زميلي مستنيك وهلاقي فعلا حد مستنيني واخدني من ايدي يوديني على دار نشر كذا. بالظبط يا فندم. الله دي حاجه لطيفه. ده احنا كنا بنتوه توهان. بقول لك احنا ماشيين بقى كده على بركه ربنا يعني. بركه في الشباب. ماشي. ده فعلا مش هزار والله. برافو عليكي. وبعدين انا سعيد جدا بالمساله. طب انت ما حسيتيش انه يو الشغلانه دي تقيله وانا بنت وفلان الفلاني كويس وفي علان العلاني التاني ممكن يبقى لذيذ في نفسه بيستلطف بيستظرف، هتعملي ايه مع اللي بيستظرف يا سلمى؟ لا هو احنا المستظرف بنتعامله معامله يعني معامله عاديه بس اكني وانا بعامله برسم الحدود يعني برسم حدود لكلامه. لا جدع. تمام. بس لو بدا في كلامه بنبلغ الامن وبعد كده بنبلغ الامن ده هو بقى بيبدا يتصرف معاه في المواضيع في الحاجات دي كلها. كويس جدا. فاحنا لينا خطوات بنمشي بيها يعني. دي روشتة الشباب اللي بيحلو كده. طيب هنا هنروح لمصطفى وهنا هسأل برضو مصطفى على ايه بقى؟ على مسألة أهمية التطوع لدى الشبان. يعني شيء مهم جدا وكنت بقول لك طب واخواتي اللي موجودين ولا اولادي اللي موجودين في الصعيد ولا اللي موجودين في شرق الدلتا او في غرب الدلتا وبعيد عن القاهره، هل احنا او كاداره بتقدروا انكم تتعاملوا معاهم انكم تشجعوهم على التطوع فما يحسش انه حقه مغبون؟ حاليا احنا بنشتغل على الموضوع ده في وحده السياسات في مكتب معالي الوزير من خلال طيب اولا حوكمه العمل التطوعي في مصر. احنا عندنا منظومه واضحه موجوده عليها كل الفرص التطوعيه اللي بتقدمها الدوله المصريه كلها من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للشباب اللي هيتم اعلانها قريبا ان شاء الله. ومن خلال الحوكمه دي بنبقى قادرين نقول احنا عندنا الفرص التطوعيه الموجوده في كل محافظات الجمهوريه قد ايه. طبعا زي ما كان في معرض الكتاب في القاهره في فعاليات وبطولات رياضيه كتير جدا كنا بنعملها في المحافظات المختلفه. حلو. وبيشارك فيها الشباب من كل المحافظات يعني. بجانب زي ما قلت لحضرتك دلوقتي احنا بنعمل حص للمشروعات بتاعتنا البرامج بتاعتنا احتياجاتنا. عندنا مشروعات كبيره على مستوى الجمهوريه بيشارك فيها المتطوعين الشباب في كل الجمهوريه. عندنا جواله، عندنا انديه تطوع في مراكز الشباب، عندنا متطوعين شباب يدير الشباب في مديريات الشباب في المحافظات. يعني احنا عندنا زي ما في القاهره زي ما في الصعيد تيم زي ما هنا في تيم. فاحنا بنحاول نقدر نشتغل على دوت ونقدر يعني من خلال بقى شغل تطوير السياسات بتاعتنا كدوله مصريه او حكومه مصريه من خلال الحوكمه ابلكيشن ان شاء الله منصه وطنيه للتطوع تكون موجوده. معالي الوزير اعلن الاتحاد الوطني للتطوع العمل التطوعي وبصدد اعلان تشكيله قريب. ففي جهود كبيره جدا بنعملها الفتره الجايه بنحاول نشتغل بشكل علمي وشكل ميداني كويس. كل الشباب في مصر عايز يتطوع ياخد فرصه وده حقه وده طبعا. في اي دوله في العالم احنا بنستهدف الفتره الجايه نوصل نسبه المتطوعين في المجتمع المصري من الشباب 45%. النسبه اقل من كده بكتير حاليا بكل الجهود دي. بس ان شاء الله خطتنا خلال الخمس سنين الجايين 2026 45% من الشباب المصري او من المجتمع المصري متطوعين. دي الخطه بتاعتنا الفتره الجايه وان شاء الله من خلال الدعم بتوليه القياده السياسيه للشباب. لسه كنا جايين من منتدى الشباب يعني وشباب اللي عاملين المنتدى برضه ومتطوعين وكل حاجه زي الفل زي الفل. فطبعا فالفكر الشبابي احنا بنشجع الشباب ان هو يكون مبدع مبتكر بيقدر يشتغل ياخد خبره العمل ان هو طالب في المدرسه او طالب في الجامعه ميلي يتخرج هياخد الخبره بتاعته منين؟ من خلال المشاركه في الفعاليات الوطنيه والرسميه. السيد المحترم مصطفى، السيده المحترمه، الفتاه المحترمه الصغيره سلمى، نورتوني وشرفتوني، سعيد بيكم جدا حقيقي. ربنا يطرح فيكم البركه ونشوفكم احلى واعظم واكبر من كده عشرات المرات، تحققوا كل اللي انتم عايزينه فتبقوا مثل طول الوقت للي اصغر منكم سنا ان هم يركبوا نفس القطر هو هو. بالتاكيد بالوقت هيبقى قطر اكثر حداثه ومتقدم اكثر. على ايامنا كان الموضوع مختلف، احنا كنا شايفينه رائع وجميل، على ايامكم واضح ان المساله احلى بكتير. شكرا جدا يا سلمى، شكرا جدا يا مصطفى، نورتوني وشرفتوني. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. مفيش فاصل، خلصت الحلقه. ثواني ثواني يكون موجود معاكم كريم حالا وهنتابع كريم رمزي في برنامجه رقم 10. انتظرونا لو كان لنا العمر، نتقابل بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.